بسم الله، هنبدأ نكمل باقي محاضراتنا على الفريناس. اتكلمنا آخر مرة في الفريناس على الويندوز اس ام بي، وقبل كده كنا خدنا الابل اي اف بي، خدنا بعد كده اليونكس، خدنا بعد كده الويب ديف، وآخر محاضرة كانت معانا اللي هي الويندوز اس ام بي. هنتكلم النهارده بمشيئة الله على البلوك ايسكازي. ايه قصة البلوك ايسكازي؟ الايسكازي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بقطع مساحة من الهارد بتاعي، مساحة من الهارد اللي موجود عندي هنا على الفريناس، وبروح ادخله عندي على سواء الويندوز سيرفر 2012 او 2008 او 2016، اي ويندوز سيرفر او اي ويندوز كلاينت وتيفر عندي، وبستخدمه كستورج. فبيظهر يظهر لليوزر العادي او يظهر للسيرفر العادي كاننا بالظبط هارد فيزيكال راكب جوه الجهاز، جوه جهاز الكمبيوتر بتاعي يتشاف كده. اما نيجي نفتح الديسك مانجمنت هتلاقيه هارد كانه هارد فيزيكال متراكب جوه الكيسه جوه، يعني كانه زي الداس يعني. او في حاجه تاني، لو انا بستخدم مثلا اي اس اكس اي، طبعا في الاس اكس اي انا بحتاج ستورج معايا عشان اقدر احط عليها الفي امات. ففي الحاله دي انا ممكن استغل الفري ناس برضو ان انا اقطع مساحه منه. المساحه دي مثلا 1 تيرا، 2 تيرا، 3 تيرا، واروح احطهم على الايس كا على الويند على الفي ام وير اس اكس اي، ويتشافوا كانهم هارد فيزيكال، واقدر احط عليه الفي امات بتاعتي، اقدر احط عليه الماشينز بتاعتي. يبقى انا هنا هيظهر لي عندي في الهارد ديسك بتاعي بالنسبه لي كويندوز سيرفر، هيظهر لي هنا كانه هارد فيزيكال راكب جوه الجهاز بتاعي. او لو انا بستخدم في ام وير اس اكس اي، هنا هيظهر لي ان هو برضو هارد فيزيكال كداتا ستور راكبه عندي جوه الاي اس اكس اي، يقدر يكريت عليها الفي امات بتاعتي، يقدر يحط عليها الفي امات. يعني هنا بالنسبه لي كويندوز عادي او ويندوز سيرفر هيظهر لي مثلا كهي هارد من الهاردين دول، هيظهر لي هارد تالت تاني هنا. او لو انا عندي هنا بشتغل بالاي اس اكس اي في ام وير اس اكس اي، هتلاقي عندك داتا ستور ظهرت لك هنا. طيب اول حاجه عندي، هنيجي ندخل على الفريناس بتاعي، هتلاقي عندك حاجه اسمها بلوك ايسكازي. هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه؟ بلوك ايسكازي. بس في شرط، ايه هو؟ ان انت عندك في الفريناس الايسكازي، ان انت هنا لو انت هتقطع ستورج، الستورج دي بتستخدم لحاجه واحده بس. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا عندي في البروجكت بتاعي اللي انا بشتغل بيه، هنشتغل على ويندوز سيرفر 2012 هنا اهو، وهشتغل مثلا على في ام وير اس اكس اي. فانا دلوقتي لو قطعت ستورج هنا، الستورج دي بتطلع باي بي واحد بس. طب انا دلوقتي هشتغل باتنين، يبقى في الحاله دي انا هطلع باتنين اي بي. يعني انا هكريت على الفريناس هنا دول ان اي سي نتورك انترفيس كارد، عشان كل ايس كاز هيطلع لازم يطلع بستورج مختصه بيه، خاصه بيه. يعني هنا ده هيطلع بكارت نتورك، والاي اس اكس اي هنا هيطلع بكارت نتورك تاني خالص. فاهمين معايا ولا عيدها تاني؟ عيدها لكم تاني. انا عندي هنا الايس كازي في الفي ام في الفريناس، كل ما بقطع لنايه، اللنايه دي بتخرج باي بي واحد بس. يعني بتخرج باي بي واحد بس، يعني انا دلوقتي اما اجي اعمل لها كونكتد على الويندوز سيرفر 2012 مثلا، هدي هتطلع باي بي. طب انا دلوقتي عندي برضو اي سي اكس اي، عايزه يقدر يخدم على الفريناس. ففي الحاله دي لو انت عندك اي سي اكس اي وعايزه يخدم عليه الفريناس، يبقى انت لازم تكريت هنا كارت نتورك تاني على الفريناس عشان يقدر يطلع يخدم على مين؟ على الاي اس اكس اي. طيب اول حاجه هنا عندنا عشان نقدر نكريت الاي اس اكس اي، لازم نيجي هنا على ستورج. طبعا احنا ما عندناش هنا هاردات، فهنيجي كريت هنا هارد كده كبير. هنيجي هنا على الفريناس، هندوس له رايت كليك كده، هنقول له سيتنج، هنكريت هنا، نقول له اد. احنا عايزين ايه؟ عايزين هارد ديسك. اقول له نيكست، ايس كازي نيكست، عنده ستور ذا فيرتشوال ديسك از ا سنجل فايل. وهنقول له هنا مثلا احنا هنعمل ايه؟ 500 جيجا مثلا. نيكست، فينيش، اقول له اوكي.
يبقى انا دلوقتي كريت هارد 500 جيجا هنا. هاجي هنا على ستورج هختار فوليوم مانجر، هنيجي نسمي الفوليوم مانجر بتاعنا هنا هنقول له مثلا اي بي سي ستورج، هنيجي نضيف ال 500 جيجا اللي احنا دخلناهم دلوقتي واقول له اد فوليومز. ضفنا الهارد بتاعي اهو، طبعا هنيجي هنا نغير البرميشنز بتاعتي، نديله فول كنترول ولا تشينج على الاستورج بتاعتي. هنا بقى كنا بنكريت كل مره كرييت داتا سيت، لا هنا بقى في الحاله دي احنا مش هنكريت كرييت داتا سيت، احنا كريت ايه زي فول. هنا بقى فما نيجي نشتغل بالايس كازي شرطا ان انا اكريت زي فول، لازم تكريت هنا زي فول. هتيجي هنا تقول له ايه انا عايز اكريت الزي فول ده هتخليه باسم ايه، هنقول له مثلا انا عايز اخليه في ام اي اس اكس اي، ده انا هخليه على الفي على الاس اكس اي 5.5. طيب انت عايز السايز بتاعته هتكون كام؟ هنا انت عندك هنا مثلا 500 جيجا، هنقول مثلا ان احنا عايزين الاس اكس اي هنا هنقول له احنا مثلا عايزين 300 جيجا، عشان ده بيبقى لازم تقول له 300 جي اي بي كده زي ما هو مكتوب كده. طبعا هنقول له ايه فورس سايز، يعني اقطع المساحه دي خالص، اقول له اد تمام كده قطعت على 300 جيجا اهي. طيب احنا عايزين مساحه تانية عشان نقدر نكريت عليها مين الايس كازي، يبقى هنقول له مثلا اي بي سي اي اس كازي اللي هنخليها على الويندوز، اقول له اي بي سي مثلا ايس كازي ويندوز اللي هندخلها على الويندوز. هنقول له مثلا احنا عايزين هنا كام، نقول له مثلا احنا عايزين 150 جيجا او 160 جيجا عشان تبقى ايه كأنه هارد 160 جي اي بي. طبعا اقول له ايه فورس اقطع للمساحة دي. انا عملت كده اديني قطعت ادي الويندوز وادي الايس كازي اهو، ادي الاثنين بتوعي اهو. هنيجي نكريت برضو هنا كارت لان تاني، هنيجي نقول له هنا اد انا عايز نتورك ادابتور، انا عايز هوست اونلي، اوكي فينيش. بس هنا بقت ايه مشكله الفري ناس اما تيجي تكريت كارت لين، شرطا ان انت تعمل ريستارت للابلاينس بتاعك، لازم تعمل ريستارت للسيرفر ده بتاعك، هتقول له ريبوت عشان هو مش هيحس بكارت النتورك الا اما تعمل له ريبوت للسيرفر بتاعك. يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه عشان نبقى ماشيين بخطوات معينه؟ احنا اول حاجه كريتنا هارد، عملنا لانايه، رحنا كريتنا تو لاينز تو لانايه، واحده هنشتغل بيها على ايس كازي ستورج هنا وواحده تانية هنشتغل بيها على الفي ام وير اس اكس اي. طبعا انتوا عارفين ان الفري ناس ما بياخدش وقت عشان يقدر يقوم، بس عايزين نعرف بس الكارت بتاعنا التاني هوست اونلي بتاعي ده واخد 192 168 10. يبقى هنيجي على ده هنقول له انت هتخرج من هوست اونلي. الكارت بتاعنا اللي احنا كريتناه هوست اونلي. طبعا لازم تيجي هنا بقى على الفري ناس
هتديله اي بي للكارت اللي احنا ضفناه. دي الفريناس ام معايا اهو. بس ايه نغير الاي بي هنا بتاع الاس اكس اي عشان هما الاثنين واخدين نفس الاي بي، او نغير الاي بي بتاعنا هنا بتاع الفريناس عشان هما الاثنين كده واخدين نفس الاي بي. على الكونفيجر انترفيس 1 يس، نقول له تاخد 172.20.20.101 مثلا 24. يس هنقول له 172.20.20.101 سلاش 24. اي بي ادرس 172.20.20.200 بس 255255255 زيرو. هنيجي هنا اقول له انت تعمل كونكت على 200 لوجن، هنيجي هنا على نتورك على انترفيس هنقول له اد انترفيس، الانترفيس بتاعتي اللي هو ام 1، الانترفيس نيم هنسميها مثلا هنقول له ان اي سي 2 ان اي سي 2 سي-2، هندي له اي بي ادرس بتاعنا، هنقول له مثلا انت تاخد 192.168.10.200، السبنت ماسك بتاعتي على 24، هنقول له اوكي بروسيس. ادي عندي اتنين انترفيس بتاعي اهو، عندي 172.20.20.200 اللي احنا عاملين بيه لوجن، وعندي الانترفيس اللي احنا ضفناه اللي هو 192.168.10.200. هنيجي هنا على شيرنج، هنيجي نختار بلوك ايسكازي. يبقى انا بقى عشان نقدر نراجع اللي فات، احنا اول حاجه كريتنا اللاناي بتاعتي اسمها اي بي سي ستورج، بعد كده رحت كريت ستورج عندي اسمها اي بي سي ايسكازي ويندوز اللي احنا هنقدر نخليها نعمل كونكتد على ويندوز، او وكريتنا واحده تانية اسمها في ام في ام وير اي اس اكس اي 5.5 اللي هنقدر نعمل عليها كونكتد على مين؟ على الفي ام وير اس اكس اي بتاعي. هنيجي هنا على شيرنج، هنختار وطبعا ضفنا كارت نتورك تاني، ضفنا كارت نتورك عشان ده زي ما ده اللي هيقدر اللي هو ال 172.20.20 ده اللي هيخو هيعمل كونكتد على ال اس اكس اي، وال 192.168.10.200 ده اللي هيعمل كونكتد وهيبقى متوصل بالويندوز سيرفر. هنيجي هنا على شيرنج، هنيجي هنا على بلوك ايسكازي، هنيجي نقول له ايه احنا عايزين تارجت جلوبال كونفيجريشنز، وهنسمي دي مثلا ايه، هنقول له دي هنخليها الايسكازي ويندوز، اقول له سيف. انا بقول لك نمبر مش لازم، انت ممكن اقول له سيف على طول. يعني هنختار في بورتال هنا، شايف كلمة بورتالز، هنقول له اد بورتال. انت ده هتعمل تشتغل على مين؟ هقول له انا عايز اعمل له على ايسكازي ويندوز، ده انا شغال على ويندوز. طيب
انت هتعمل اي نوع من انواع التشفير او لا. طيب البورد انت عايز تخرجه من انا اي بي، هقول انا عايز اخرجه من 192.168.10.200، انا عايز اخرجه من هنا. البورت اللي هيقدر يشتغل عليه اللي هو كام؟ 3260 او 3260. البورت اللي هو هيبقى هيتربط ما بين، هيربط ما بين الفري ناس والايس كازي اللي هو البورت كام؟ 3260. اقول له اوكي. عندك حاجه اسمها انيشيليتور بعد كده. يبقى انا اول حاجه قلت تارجت جلوبال كونفيجريشن، تاني حاجه اخترت له البورتال، تالت حاجه اللي هو الانيشيليتور هقول له اد انيشيليتور. هنا اقول له ايه كل اللي عليها؟ اقول له ده، اقول له الكومنت ده انا هخليه للويندوز ايس كازي ويندوز. اقول له اوكي. عندي حاجه هنا اسمها اوثرايز اكسس، دي مش محتاجينها. انت لازم هنا اد اوثرايز اكسس، انت عايز تخلي يوزر معين هو اللي يقدر يكاريت، هو اللي يقدر يكاريت، وهو اللي يقدر يعمل موضوع الانتجريشنز، ويبقى مسؤول عن موضوع الانتجريشن اللي مربوطه ما بين فري ناس والويندوز، بتدخله يوزر نيم وباسورد والكلام ده كله. فاحنا مش محتاجين القصه دي، عشان ده كده كده انت كادمنستريتور انت الوحيد اللي بتربط الدنيا دي ببعضيها. هتيجي هنا عند تارجت، هتقول له التارجت، هتقول له انا عايز ايه؟ اقول له انا عايز اربط ما بين الايس كازي، ده هسميه ايس كازي. طيب انا عندي هنا الاوثنتيكيشن ميثودز بتاعتي، طبعا احنا مش مدخلين اي اوثنتيكيشن ميثودز. اهم حاجه البورتر جروب اللي احنا كريتناها هضيف له هنا الايس كازي ويندوز، وانيشيليتور بتاعتي اللي هي الايس كازي ويندوز اللي انا لسه مضيفهم دلوقتي، اللي هما البورتال والانيشيليتور. اقول له اوكي. يبقى انا هنا في تارجت انا بضيف له ايه؟ بضيف له هنا في البورتال جروب اي دي، بدخله البورتال اللي هنا، والانيشيليتور جروب اي تي انا بدخله الانيشيليتور اللي احنا لسه مكريتين. عندي حاجه اسمها اكستنتنس، هاجي هنا واقول له اد اكستنتنس. هنا بيقول لك خلي بالك انا شايف هنا هتسميها ايه؟ هقول له انا عايز اسميها اي بي سي داش ايس كازي. هنا بيقول لك خلي بالك انا شايف ادي السيريال بتاعك اهو، ادي السيريال نمبر بتاعك اهو، والماك ادرس بتاعه اللي يعني اللي هم طالع مخرج لك بيها الستورج دي. هنا بيقول لك الديفايس، انا شايف ديفايس مساحتها 300 جيجا، انا عندك 300 جيجا وعندك 160 جيجا، دي مكتوبه اسمها اي بي سي ستورج في ام وير اس اكس اي 300 جيجا، وانا شايف حاجه تاني اسمها اي بي سي ستورج ايس كازي ويندوز. هقول له ايه؟ لا انا عايز الويندوز اللي هي ال 160 جيجا دي، عشان انا هشتغل بالويندوز. تمام كده؟ اقول له اوكي. اوعى تقول له ريد اونلي، عشان لو ريد اونلي هيقراها بس. هنا اسوشيت التارجت، هنيجي هنا اخر حاجه في اسوشيت التارجت، هقول له التارجت عشان اربط الدنيا دي ببعضيها. هقول له انا عندي الايس كازي عايز اربطه بالاي بي سي ايس كازي، وفي الاخر اقول له اوكي. يبقى احنا نعيدها تاني مع بعضينا القصه دي عشان هي طويله شويه. اول حاجه عندي هاجي هنا على ستورج، هكريت لان كريت هارد ديسك هنا، بعد كده كريت لانايه باسم الويندوز بتاعي وهديها 160 جيجا. بعد كده اجي على كارت النتورك، هكري نتورك كارت نتورك هديله 192.168.200. بعد كده هروح على ستورج، هنيجي هنا في بلوك اي ستورج، هقول له تارجت جلوبال، اختار لي الاسم بتاع التارجت بتاعي ده واقول له سيف. البورتال بتاعي انا هقول له اد بورتال، واقول له انا عايز النتورك كارت النتورك ده اللي هو 192.168.10.200، ده اللي هيقدر يخدم عليا بالبورت اللي هو 3260. والكومنت بتاعي انا هسميه ايس كازي ويندوز. الانيشيليتور هقول له اد انيشيليتور، واقول له الجروب واحد اوثرايز اكسس زي ما قلت لك احنا ما بنشتغلش عليها، عشان انت كده كده بتبقى محتاج يوزر بتكريته هنا هو المسؤول عن عمليه الاكسسنج. باجي هنا في تارجت بقول له التارجت، التارجت بتاعي ان انا عندي البورتالز بتاعي اللي اسمه ايس كازي اللي احنا هيخرج من كارت نتورك، والانيشيليتور اللي هو هيخرج من الايس كازي ده. وباجي هنا في الاكستنسز بقول له خلي بالك ان انت الهارد ديسك بتاعك الديفايس اللي هتخرج منه اللي هو 160 جيجا، وبدي له اسم اسمه اي بي سي داش ايس كازي. باجي هنا في اسوشيتد تارجت، في
اسوشيت التارجت، انا بقول له التارجت بتاعك اسمه ايس كازي اللي احنا كاريت، والاكستنس بتاعك اللي هو اي بي سي داش ايس كازي. هنيجي بعد كده على الويندوز سيرفر بتاعي، هنيجي ندخل كده. طبعا ويندوز سيرفر بتاعي ده ورك جروب عادي مش دومين. الويندوز سيرفر بتاعي ده الكارت بتاعه هوست اونلي، بيقدر يخدم على الكارت اللي هو ال 192. هنيجي بس نديله هنا اي بي، هنقول له اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، هنيجي نقول له ايثرنت، هنقول له انت هتاخد يوزنج، اقول له مثلا تاخد 192.168.10.100، بس مش لازم اي حاجه تاني يعني. اقول اوكي اوكي، اهم حاجه بس تقفل الفاير وول عشان ممكن الفاير وول ده بيوقف لنا حاجات كتيره. لو انا كده فتحت البنك قلت له سي ام دي بنك 192.168.10.200، شايف انا الاي 6 اي اهو، الفيم وير اسف الفري ناس. هنيجي هنا هتلاقي عندك في قائمه تولز، هنيجي هنا افتح الكمبيوتر مانجمنت اول حاجه، بص كده في ديسك، لو انا جيت فتحت ديسك مانجمنت شايف عندك هاردات غير الهارد 100 جيجا، مفيش اي هاردات. هتيجي عند قائمه تولز هنا هتلاقي عندك حاجه اسمها ايس كازي انيشيليتور، تلاقي عندك حاجه اسمها ايه ايس كازي انيشيليتور، اقول له طبعا السيرفيس باي ديفولت بتبقى مقفوله، اقول له يس. نيجي نفتح دي بس جنبين هنا كده، فتحت معايا الايس كازي انيشيليتور. هنيجي هنا هنقول له التارجت بتاعنا 192.168.10.200، اقول له كويك كونكت، شايفه معايا اهو ديسكفري بورتال 192.168.10.200. ثواني كده، معلش نسينا حاجة مهمة جدا، ان انت لازم برضو تيجي هنا على السيرفيس هتلاقي عندك حاجة اسمها ايس كازي لازم تعمل لها ايه ران، لازم تفتح السيرفيس بتاعتنا هنا. هتيجي بقى على الويندوز سيرفر تاني، هنيجي هنا نقول له 192.168.10.200 كويك كونكت، شايفه اهو، شايف اوكي اوكي، ادي ال 160 جيجا عندي هي ظهرت لي كبارتيشن، كل اللي عليا اجي اقول له هنا اونلاين، هنيجي نقول له اشرا انيشاليز، اقول له اوكي ظهر لي كبارتيشن اهو، هاجي طبعا اكريته عادي، اكريت البارتيشن عادي 160 جيجا اهو، ظهر لي الاي، احط عليه الداتا بقى براحتي خالص واعمل اللي انا عايزه فيه، وظهر لي كانه هارد فيزيكال، ده بالنسبه لي كويندوز سيرفر. طيب لو انا عايز احطه بقى على الفيم وير الاي اس 6 اي، في الحاله دي بقى ايه، هنعمل كونكتد الاول على الفيم وير، بنعمل له كونكت عن طريق الفيم وير في سفير كلاينت، هنيجي نقول له هنا ان ده واحد، ان ده 10 100 172 168 172 2020 100، هنقول له روت وادي الباسورد، هنفتح الاول الفيم وير، لو جيت هنا على الفيم وير بص كده، لو جينا هنا فتحنا سامري
هتلاقي عندك ايه داتا ستور واحد بس، ودي مساحتها كام جيجا؟ ادي 500 جيجا هنا. طيب انا باجي هنا على configurations، بس اول حاجه لازم طبعا نروح على الفريناس بتاعنا نكريت الايس كازي تارجت بتاعنا اللي هنقدر نعمل بيه كونكتد. هنيجي هنا برضو على ايس كازي، هنقول له سيف، انا عايز برضو نفس الكلام. هاجي هنا في بورتلز، اقول له اد بورتلز، هتسميها ايه هنا؟ هقول له اسميها اي بي سي داش اي اس اكس اي، ماشي كده. هنخرجها بني كارد، اقول له خرجها بال 172 20 20 200، اقول له اوكي. الانيشيليتور بتاعي اقول له اد، ده خلي بالك الانيشيليتور بتاعي هنا هنخرج بمين؟ هنخرج بقول له بالاي اس اكس اي، اوكي، عشان انا هيكون عندي جروب اي دي واحد وجروب اي دي اتنين اللي هو بتاع الاي اس اكس اي. هنا التارجت هقول له التارجت، التارجت بتاعي هسميه ايه؟ هقول له انا عايز اسميه اي اس اكس اي في اتش دي فيرتشوال هارد ديسك. طيب البورتال جروب اللي هو الاي بي سي اس اكس اي، الانيشيليتور جروب اللي هو الاي اس اكس اي، اقول له اوكي. هنيجي في الاكستنس، هقول له اد اكستنس. طبعا انا عندي هخرج بال 300 جيجا اهي، هاجي هنا في الاكستنس نيم، هقول له ده اللي هو اي بي سي داش اي اس اكس اي 5.5 اللي هقدر بعمل بيه كونكت بس. كل عليك مش تعمل اي حاجه تاني، هتقول له اوكي. هنيجي هنا على اسوشيتد جروب، هقول له التارجت، التارجت بتاعنا اللي هو ال اي اس اكس اي في اتش دي، والاكستنس بتاعتي اللي هو اي بي سي اي اكس اي اس اكس اي اس اكس اي 5.5، واقول اوكي. هنيجي هنا بقى عندي في الاي اس اكس اي، هتيجي هنا عندك على نتورك، ماشي كده، هتقول له اد نتورك، اسف، هتيجي هنا تقول له على ستورج نتورك، هتيجي هنا على ستورج نتورك، وهتيجي هنا هتلاقي عندك حاجة اسمها بلوك ايس كازي اهو، هتقول له اد اوكي اوكي عشان يفتح لك السيرفيس بتاعته. ادي البلوك ايس كازي بتاعي اهو كاريت اهو معايا. هتيجي هنا وتيجي تقول له بروبرتيز، هنيجي هنا في كونفيجر الايس كازي بتاعي اهو النيم بتاعي، هنيجي هنا على نتورك، هتقول له اد، هنيجي نختار له النتورك بتاعنا. هنا في دايناميك ديسكفري الاي بي بتاعنا بتاع الاي اس اكس اي بتاعنا كام اللي احنا شغالين بيه، اللي هو هات كده على نتورك انترفيس اللي هو 172 20 20 200. هنيجي هنا هنقول له 172 20 20 200، وهتقول له اوكي. شايف جابه اهو، نفس الكلام في الاستاتيك هتلاقيه تقول له كلوز. هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان انا شايف دلوقتي ستورج، هتقول له يس. لازم يظهر لك هنا تحت اهو، ادي فري ناس ايس كازي ديسك. كل اللي عليك بقى هتيجي هنا على ستورج، هتقول له اد ستورج. هنا طبعا بيقول لك ديسك لان ولا نتورك، لا طبعا هو ديسك لانايه، اقول له نيكست. ادي اراهو، هتقول له نيكست نيكست نيكست. بيقول لك الساعه انت عايز تسميها ايه؟ هقول له عايز اسميها اي بي سي داش فرينس ستورج. اقول له نيكست نيكست. طبعا المساحه كلها فينش، هتلاقي كريت لك ايه الاستورج بتاعتنا اهي. لو انا جيت هنا بقى في سمري، هتلاقي عندك تو داتا ستور اهي، داتا ستور واحد وداتا ستور اتنين. ينفع كاريت دلوقتي في مايا اقدر كاريت ماشينز على هنا؟ طبعا تقدر تكاريت ماشينز. اجي هنا واقول له نيو فيرتشوال ماشين، اقول له مثلا عايز الفيرتشوال ماشين بتاعي مثلا ده، انا هعمله دومين كنترول نيكست. هتختار داتا ستور واحد ولا داتا ستور اتنين؟ هقول له مثلا داتا ستور اللي هي بتاعت الفري ناس نيكست. عايز ويندوز سيرفر كام؟ اقول له مثلا 2008 نيكست نيكست. هقول له طبعا سيم بروفيجن، هتيجي هنا تقول له انت عايز المساحه كام؟ اقول له مثلا عايز 60 جيجا
نيكست فينيش. ادي كاريت الفيم ماي دلوقتي. الفيم ماي دي متكريته فين؟ متكريته على الفري ناس. هنيجي هنا نقول لها رن، نشغلها عادي خالص وهنزل مع بعضينا النسخه. هنيجي هنا نقول له هنا اد، هنقول له كونكت ايزو ايمج. هنيجي هنا نجيب له الايزوهات ادي 2008. طبعا عندي شغال دلوقتي بينزل الويندوز بتاعي، طبعا بينزل من على الجهاز ده، باخد الاي سي من على الجهاز ده وبينزل السيرفر بتاعي على الفريناس. بس في ملاحظة عايز اقولها لكم، طبعا دي من واقع الخبرة العملية. لو انت موصل ايثرنت وعامل عليها الفي امات هتلاقي الدنيا عندك بطيئة جدا 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 جدا. طب هما الحل ايه عشان اخلي الدنيا سريعة بالنسبة لي؟ لو انا عايز احط اي اس اكس اي وعايز اربطه بالفريناس، يفضل ان انت تكون عندك كروت فايبر، يعني يكون هنا الفريناس ده واصل بكارت فايبر على مين؟ على الماشينز اللي تلعب اي اس اكس اي، عشان لما تيجي تعمل عليها كونكتد ويقدر يسحب من عليها الفيمات الدنيا تكون سريعه. ده من واقع الخبره العمليه، عشان انت لو اشتغلت بايثرنت عادي اللي هو كات 6 ولا كات 6 اي هتلاقي عندك الدنيا بطيئه شويه. دي قصة اللي هي الايس كازي. طبعا انا بنزل ويندوز عادي اهو. اكسبت 60 جيجا نيكست. كان في احد الناس كان كاتب لي تعليق كده ان هو كان عايزين يشوفوا الفيرجن الجديد بتاع الفريناس وعايزين يطبقوا عليه. قلنا ما عندناش مشكله، بس في الحاله دي هنيجي بس هنا نغير الاي بي بتاع الفريناس ده، عشان ما ينفعش الاثنين يكونوا بنفس الاي بي شغالين في نفس اللحظه. اقول له واحد، اقول له نو نو نو، اقول له يس، هنقول له ان الانترفيس بتاعتي واحد، هنقول له الاي بي بتاع ادرس بتاعي، هقول له انا عايز 172.20.20.250/24، اقول له نو. كريتو كده. فنيجي هنا نفتح قبل ما طبعا ما ينزل الويندوز بتاعي ونطمن. هنيجي هنا نفتح تابه ونقول له انا عايز افتح 172.20.20.250. طبعا هنا الانترفيس بتاعتي الشكل العام بتاع الانترفيس هتلاقيه الدنيا مختلفه شويه. اقول روت وادي الباسورد. هتلاقي طبعا هم مغيرين في الديزاين شويه كده، بس هي دي نفس دي بالظبط، مفيش ادنى فرق كتير. يعني هم هنا مزودين شويه حاجات، بعض حاجات يعني هنقولها في اخر الكورس خالص. اول حاجه طبعا زي ما قلت لك، لو احنا عايزين نشتغل بالفريناس اللي هو 11.2 مفيش مشكله، نشتغل عليه ونجرب عليه دلوقتي. برضو هنيجي هنا برضو ندخل نضيف ستورج، هنقول له مثلا اد احنا عايزين هارد ديسك عشان نكون احنا جربنا على الاثنين، واقول له انا عايز مثلا اخليه 1000 جيجا 1 تيرا. اوكي فينيش. اوكي هتيجي هنا نفس الكلام برضو، هتيجي هنا على ستورج، هنقول له انا عايز هنا بولة، هنا هكريت بول، اقول له اد، اقول له كرييت نيو بول. طيب البولة بتاعتك عايز تسميها ايه؟ اقول له مثلا عايز اسميها اي بي سي داش ستورج.
ادي طبعا الوان تيرا بتاعتي الالف جيجا اهي، تمام كده. اقول له ايد داتا، طبعا هنا لو انت عايز تضيف داتا او ممكن تضيفها عن طريق حاجه تانية. عندك هنا ديسكز، ادي الديسكات بتاعتي اهي نفس الكلام بس طبعا الشكل مختلف. هتقول له هنا اي بي سي ستورج، تمام كده. طبعا هنا بيجيب لك بول وادي ديسك وادي الكلام ده كله. هنيجي هنا المفروض بقى هنا شايف الهارد بتاعي، طبعا هنا ده الستورج بتاعتي كلها. عشان نكاريت الهارد بتاعنا هتيجي هنا زي ما قلت لك عند بول، هتقول له اد علامة البلاس دي، هتقول له كرييت ا نيو بول، هنيجي نسميه هنا اي بي سي ستورج. هتيجي تعلم على الهارد بتاعك وهنضيفه الناحية التانية هنا في الداتا ديفايس، وهتقول له كرييت، طبعا كونفيرم وتقول له اوكي. طبعا زي ما قلت لك هنا الشكل مختلف شوية. طبعا هنا الهارد ادي الويندوز شغال بينزل معايا عادي خالص اهو على الفريناس تاني. طبعا هنا لو انت عايز تعمل انكريبتد للهارد بتقول له اتعلم على التشيك بوكس بتاع الانكريبتد. اد كاش لو انت عايز تخليه في الكاش، الكاش طبعا ان انت بتقدر تشتغل على بتشتغل على ستورج اوف لاينز. الناس اللي دارسين ام سي اس اي هيبقوا عارفين قصة الكاشنج يعني. الويندوز عندي بتعمل له انستول، طبعا الكريدت طلعناه عندي اهي، تمام كده. طبعا هنا جايب لك ايه، هنا جايب لك السناب شوت على طول، ان انت لو انت هتكريت هارد السناب شوت، وانت لو عندك الفيم وير عايز تكريت سناب شوت الفيم وير، طبعا الحاجات دي كلها هنشتغل عليها. الديسكس بتاعتك الهاردات بتاعتك اللي واصله عندك، هتلاقي عندك هاردين، ادي الهارد ال 20 جيجا وادي الهارد ال 100 جيجا اللي احنا ضفناه. طبعا انت لو عايز تعمل له ايديت تعمل اي ايديت فيه. طبعا هنا في الاستورج بتاعتك في البوله بتاعتك طبعا ما اتكريتت اهي. لو انت هنيجي هنا طبعا كان بتظهر لنا تحت هنا كانت داتا سيت واد زي فول والحاجات دي كلها. طبعا هنا هنقول له اول حاجه زي ما قلت لك ايديت بيرميشن، هتدي له فول بيرميشن ونقول له سيف. هنيجي نكريت زي فول، هنيجي هنا على الثلاث نقط دي وتقول له اد زي فول. الزي فول بتاعك هتسميه ايه؟ هقول له مثلا انا هدخله على الويندوز، هقول له في اتش دي، سميه اسم تاني مثلا في اتش دي داش ويندوز. هنا هتقول ايه؟ هنقول له لو انت عايز تدخله كومنت معين هتدخله تعريف معين، هتقول له ده هتقول له ايس كازي ويندوز. المساحة بتاعتك انت عايز مساحة قد ايه؟ هنا قال له عايز انا مساحة مثلا 300 جيجا، 300 جيجا بايت. طبعا هو جايب لك هنا بقى دي الحاجات الجديدة بقى، جايب لك جيجا بايت ولا ميجا بايت ولا كيلو بايت. طبعا هنا برضو فورس سايز عشان تقطع المساحة كاملة. هنا بقى جايب لك حاجات زي جديدة اللي هي كومبريشن ليفل، اللي هو هيضغطها لك على قد ايه، زي اف اس دبليكيشن. طبعا هي معمولة اوف، يعني ايه دبليكيشنز؟ يعني الداتا اللي موجودة هل هو يكررها ويمسح المختلف ولا لا. طبعا هنا مفيش داتا، هقول له سيف كاريت للزي فول بتاعتي ايه. طبعا لازم تيجي هنا برضو تقول له ايه لو انت عايز تدلتها، لو انت عايز تعمل لها ايديت، لو انت عايز تكاريت منها سناب شوت
يفضل انت تعمل منها سناب شوت. طبعا اخدنا قصه السناب شوت. هنيجي بعد كده على فين؟ هنيجي هنكريت ايه؟ هنيجي هنا على شيرنج، هنقول له انا عايز بلوك ايسكازي، ادي التارجت بتاعي. طبعا ادي ايسكازي سيرفر دي. لو انت اي ناس سيرفر عندك هتقول له سيف. هنيجي هنا على بورتال. طبعا هنا بيقول لك ايه، هنا الحاجات الزياده برضو ان هو بيجي هنا بالطلب بيقول لك ايه، would you like to enable the service. السيرفيس دي اللي احنا كنا نزلناها ورحنا شغلناها، هنا بيقول لك اعمل لي enable السيرفيس على طول. السيرفيس ستارتد. هتيجي هنا في بورتال، هتيجي تقول له اد بورتال. البورتال بتاعك شغال على انها اي بي اللي هو 172 20 20 250. طيب الكومنت بتاعك تسميه ايه؟ اقول له عايز اسميه في اتش دي اي بي سي داش في اتش دي، ادول له سيف، هتخرجني ببورت 3260. الانيشليتور هنقول له الكومنت بتاعي ويندوز ايسكازي اي حاجه هنقول سيف. هنيجي هنا في تارجت، هقول التارجت. هنا عندي التارجت جروب بتاعتي اللي هي اي بي سي في اتش دي، هنا الويندوز ايسكازي. طبعا انت لو انت عايز تعمل بقى ايه، تعمل اوثنتيكيشن ميسج، تعملها عمليه تشفير، هتشوف فرع من هنا يعني. طبعا التارجت نيم هتسميها ايه، هسميها ايسكازي ويندوز داش ويندوز، اقول له سيف. هو هنا عايز ايه؟ عايز جروب، انا شيل الجروب. ادي الويندوز بتاعي، ادي الاسكازي. اوكي التارجت بتاعتي اسمه اي بي سي، التارجت ال اس مش مشكله دي، اقول له بورتال والانيشيليتور، اقول له سيف. اي بي سي داش في اتش دي هنا في الاكستندز اد الديفايس بتاعتي، ادي 300 جيجا. والاكستند نيم هنقول له اي بي سي، اقول له سيف. سيف عندي هنا الاسوشيتد تارجت، هنيجي في اسوشيتد تارجت، التارجت نيم بتاعتي تشيز. هنيجي هنا على تارجت، انا اقول له التارجت اقول له في اتش دي هذا البورتال وهذا الانيشليتور. معلش هنروح نشوف السيرفيس، السيرفيس قامت ولا لا؟ السيرفيس الايس كوزي هي رانينج. عند البلوك ايس كوزي تارجت ات هنا بياخد الاي بي، هنا خد الاي بي بتاعته،
هذا الاي بي بتاع التارجت بتاعتي اللي هي 172.20.20.100 اللي هيقدر ياكسس عليه، اللي هيقدر ياكسس عليه مش زي 100. الويندوز بتاعي ده كان كام؟ ده 192. معلش انا اسف، في الحالة دي احنا كده مش هيكون ويندوز، احنا لازم عشان يكون ويندوز لازم هنا هنيجي نغير الكارت ده، هنخليه هوست اونلي، بس هنقول له هوست اونلي عشان يقدر يخرج من هوست اونلي، وهنيجي نغير الاي بي بتاعه، هنقول له انت هتبقى 1 1 يس 1، هنقول له 192.168.10.10 سلاش 24 على طول نو. لازم نغير الاي بي بتاعه، وهنيجي نعمل كونكت هنا ب 192.168.10.10 روت صورت. هنيجي هنا في شيرينج في ابلوك ايس كازي، الانيشيليتور بتاعي هنا البورتال هيتغير بدل ما هو 172، اقول له ايديت 192.10.10، اقول له سيف. حد يقول لي انا تهت معاك يا باشمهندس، انا مش عارف رحت فين وجيت منين وانت عملت ايه، انا تهت خالص. بص يا باشا، احنا دلوقتي في الفريناس الجديد في بعض حاجات جديده زياده. ايه هي؟ اول حاجه ان احنا دلوقتي عايزين نعمل كونكت بالستورج دي على الويندوز بتاعي. طب الويندوز بتاعي واخد رينج اي بات كام؟ 192.168.10.100، هو واخد 192.168.10.100. الكارت بتاعه شغال على كارت كام؟ هوست اونلي، تمام كده. يبقى انا لازم عندي هنا الفري ناس ده يقدر، عشان يقدر يشوف الايس كازي ده لازم الاثنين يكونوا على نفس النتورك، نفس رينج الاي بي هات. فانا رحت غيرت الرينج بتاع الاي بي هات بتاع الفري ناس هنا في الانيشيليتور زي ما احنا بالظبط ايس كازي. التارجت بتاعي هنا، التارجت بتاعي هيعمل تارجت على مين؟ التارجت بتاعي هنا مش هيكون على 192.168.172.20.20.100، ان التارجت مين اللي هيأكسس عليه؟ اللي هيأكسس عليه 192.168.10.100، اقول له سيف. هنا بقى اللي هيقدر يقبلها، هتيجي هنا بعد كده على على اسوشيتد، هتقول له اد اسوشيتد. هنا التارجت بتاعتي اللي هو ال 10.100، ان الراجل اللي هيقدر يأكسس عليه، اقول له اي بي سي. هاجي هنا على الويندوز بتاعي، لو انا جيت هنا فتحت الويندوز، هاجي هنا على الانيشيليتور ايس كاز انيشيليتور، هتقول له انا عايز اعمل كونكت على 192.168.10.100 كويك كونكت. اقول له 192.168.10.10 كويك كونكت 10.10 اللي هو الفري ناس اللي هو ده 10.10، اقول له 192.168.10.10. شوف السيرفيس تاني، دي ان اس فورورد 192.168.10.10. روت سيف، انا اسف الايس كوزي،
الاسكوزي هذا البورتل 10 10 هيخرج من 10 10 والانيشيليتور بتاعتي اللي هي الاسكوزي انيشيليتور الاثنتيكيشن ميثودز اللي انا لو انا عايز اخلي يوزر معين هو اللي يقدر ياكسس التارجت بتاعتي الجهاز اللي هيقدر يعمل كونكتد بيه اللي هيقدر يعمل كونكت على التارجت بتاعي ده مش ده 10 100 برضو الاكستنس نيجي نقول اديت ادي بي سي وادي الاستورج بتاعتي الاسوشيت التارجت درج التارجت اللي هيقدر يشوفني وادي الاي بي سي المفروض هنا بقى لما اجي اقول له كده 192 168 10 10 شوف هنا عملنا ده disconnect هي السيرفيس بس لو السيرفيس يقدر يستارت خلاص ده لايس كوزي لو جينا فتحناه من عن طريق الويندوز ويندوز 7 طبعا هنا بالنسبة لي اكيد الويندوز ده خلص خلاص اهو شغال هنيجي هنا ندخله ضمن الكارت ده هوست اونلي هنديله اي بي من نفس الرينج نديله 192 168 10 2 مثلا نقول اوكي تيجي تقفل فارول هنيجي هنا على كنترول بانل هنيجي هنا نختار له ايسكازي انيشيليتور ايسكازي انيشيليتور administrative tools ايسكازي انيشيليتور افتح السيرفيس جيت بالنكت
968 10 10 نيجي نقول له 192 168 10 10 بصوا كده طبعا ظهرت لي عندي هنا التارجت الجديد بتاعي، ادي طبعا التارجت القديم وادو 192 168 10 10. هقول له كويك كونكت، ظهر لي هقول له دن، اقول له اوكي. لو جيت هنا على كمبيوتر كونفيجريشن هتلاقي عندك ظهر لك الهارد بتاعك اهو، التاني اللي هو 300 جيجا. ان انون هنقول له اونلاين، هنقول له انشالايز ديسك، ادي 300 جيجا. هتقول له ايه؟ نيو سامبل فوليومز، نيكست نيكست نيكست. ادي ظهر لي الهارد بتاعي اهو، تعمله فورماتد، هنقول له اوبن. ادي الهارد بتاعي، ادي الاف بتاعت 300 جيجا، وادي ال 160 جيجا اللي احنا شغلناهم. هنيجي بقى لو احنا عايزين نعمل هنعمل كونكت على الاي في موير 6 اي برضه زي ما قلت لك، هنيجي نضيف هنا كارت، هنيجي هنا نقول له نتورك احنا عايزينه في ام نت 5 على حسب الكارت النتورك اللي هو انتجريشن مع ال اي 6 اي. وزي ما قلت لك قبل كده ان او زي ما قلت لكم قبل كده ان انت لازم تعمل ريستارت للفري ناس عشان يقدر يحس بكارت النتورك. طبعا الويندوز هنا شغال بينزل اهو، بس الدنيا طبعا بطيئة شوية عشان هو كده بياخد منين؟ هو بياخد من الفري ناس عشان يقدر يسطب، وبياخد من من الجهاز بتاعي، يعني هو بياخد الايزوها من الجهاز، فدي برضو بتعمل بيبقى فيها لينك شوية على الجهاز يعني. بيبقى فيها لود شوية على الجهاز يعني. بعد طبعا ما نكريت الكارت بتاعنا نتورك، كارت نتورك جديد، لازم نعمل ريستارت للسيرفر بتاعنا اللي هو الفري ناس 11.2. هنيجي هنا نروح نعمل له كده ريستارت عشان يقدر يحس بالكارت الجديد. كنت عايز اديكم هنت على حاجه تاني كده اثناء ما الفري ناس بيقوم. ان شاء الله الايام اللي جايه هنبدا نسجل كورس عندنا هنسميه الاي تي تكنيكال سبورت. الاي تي تكنيكال سبورت ده هيبقى فيه مجموعه حاجات، طبعا هنلمكم شويه حاجات هنا في نتورك فاندمنتال، هندي الان بلس والاي بلس بتاع الكومتيا، هنبدا نشرح ويندوز 7 و8.1 و10. طبعا لما نيجي نشرح هنا هنشرح بادفانسد شويه، هنيجي نتكلم على ويندوز سيرفر ادمنستريشن، ويندوز سيرفر 2012 R2 ادمنستريشن هناخد بيها هنا انستول.
ويندوز سيرفر 2012 R2، هناخد الدي اتش سي بي، هناخد انستولنج الاكتف دايركتوري دومين سيرفيس والادفانسد بتاعته، هناخد ازاي نقدر نعمل كونفيجرنج للدي ان اس ونعرف كل حاجه عن الدي ان اس، هنعمل انستول اند كونفيجرنج دبليو ساس اللي هو ويندوز سيرفيس ابديت سيرفيس ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس، وهنعمل انستولنج اند كونفيجرنج للدبليو دي اس اللي هو ويندوز ديبلويمنت سيرفيس، هنعمل انستولنج اند كونفيجرنج ويندوز باك اب، هناخد بعد كده الويندوز سيرفر 2012 ار 2 ادفانسد، هناخد النتورك لود بالانسنج، هناخد الادفانسد في الدي ان اس، هناخد الادفانسد دي اتش تي بي، هناخد الجروب بوليسي، هناخد الكلاستر، هناخد الهاي افيلابيلتي، هناخد الفيل اوفر كلاستر، بعد كده هناخد جزئيه سكيورتي، بعد كده هناخد جزء تي شوت، بعد كده هناخد ازاي تقدر تعمل سي في. ان شاء الله هناخد نبدا الكورس ده بعد ما نخلص كورس الفري ناس. طبعا الفري ناس بتاعنا خلاص قرب يقوم اهو.